السلام عليكم البنات، كدايرين؟ نتمنى ان شاء الله ديما تكونوا بألف خير وتحشكم بزاف، وكيما غنوعدكم وديما تنوعدكم بحكم يعني البدايه ديال الاعمال، راكم عارفين يعني البدايه ديال الاعمال شويه تكون فيها الخدمه بزاف، ولكن انا تنوعدكم دابا غادي تكون الاستمراريه ان شاء الله، وما غاديش يكون انقطاع باذن الله ان شاء الله. بزاف بكم تيطلبوني على البلدي، رجع لبلدي. انا يعني قررت غندير شويه بلدي شويه عصري شويه بلدي شويه عصري، باش يعني كل واحد ان شاء الله ياخذ داكشي اللي بغا. بزاف تتسائلوا على القياسات الكبار، وانا راه عطيتكم قواعد على القياس الكبار، ماشي مشكل. انا غنعطيكم اليوم الدرس ديال قياسات كبار جلابه الكتاف 44 ربع 36 او 34 او 5، يعني قياسات من 32 للفوق. السمطه 46 لوبيس 46، السمطه 34، الباسان 36، والطول 136، وليمونش 60. انا باش غنوريكم الركيز كيفاش غادي تعبروه. واخا يلا بسم الله على بركة الله. أول حاجة غنحسب الطولة ديالي اللي هي 136 زائد 6 سنتيم ديال لوغلي، 136 ونزيد 6 سنتيم لوغلي ونسترها. بي اللي هي 4 36، 36 ديال الكليانة زائد سنتيم اللي هي 37 سنتيم. أنا خدمت لكم قياسات كبار، 37 نحسب 37 ونزلها حتى لتحت 37، نلاقيها. هذا هو الربع ديالنا، شفتوا معايا البنات؟ هذا هو الربع. من بعد ما بين الربع هنا، هذا هو الركيز نورمالمون بي سي، بي سي اللي هي 36. انا قلت لكم يعني في الربع فاش يكون كبير هنا ما تنزلش اكثر من 32، ما نفوتش 32 ولو تكون عندها في الربع 40. عقلوا لي على هذه النقطه، بي سي ما غاديش ندير 36، ما غندير 32، ما نفوتش 32 قد ما بغات كل مرة. نحسب 32 سنتيم ونسطرها. طيب من بعد أدي كل واحد وكتفاته، يعني بالنسبة كاين المرأة اللي تبارك الله عامرة وعندها كتف صغار، كاين المرأة اللي ضعيفة وعندها كتف كبار، تيبقى كل وحدة وكتفها. أدي اللي هي الكتاف 44 على 2 مقسومة على 2 زائد 1 اللي هي 23 سنتيم، 23 سنتيم. شوفوا معايا مزيان، أنا بينت الكتيفات اللي عادي هو هنايا 9 1/2، ونسطروها بالفيروكي تجيكم سهلة على هذا الشكل. نطيب الكتاف 3 سنتيم، نلاقيها بالمسطرة. لحد الساعة راه كلشي واضح. من بعد غنقسم هاد لا ديستونس من 3 لتحت على 2 على هذا الشكل، هذا نبينها بالنقيطات غير باش نبين لكم لاكاغيغ، يعني ماشي ديما ماشي ديما تندخل هنا بجوج اولا بواحد اولا بثلاثة، لا عندنا لاكاغيغ ديالنا كاينة ديال القدام. شوفوا معايا ديال القدام هي تنعبر من هنا حتى لهنا، داكشي اللي لقيت الحد ديال الركيز ديالي اللي لقيت تنقسمو على 2. بحال القدام لقيت 18، الظهر غادي يكون كتر من الظهر، يعني كتر من القدام، تتحسبو عاود الظهر من الحد ديال الركيز ديالنا لهنا كاملة. لقيت داكشي اللي لقيت، ممكن نلقى 23، 23 يعني هاد السيدة ما غاديش ندخل لها هنا، غادي نمشي من هنا نيشان. واضح؟ يعني عندنا ثلاثة النقاط، هاد النقطة وهادي وهادي، هنا ما دخلتش. راكي إلا دخلتي بزاف في الظهر وما عبرتيهاش لاكاغيغ ديالها، الظهر يعني الجلابة ما تقدرش دير بحال هكا. كاينة المرأة اللي ممكن تجي هنا، يعني عندها الظهر واسع ممكن تجي هنايا، يعني نتوما تتقادو النقاط، أما تنقاد على هذا أو لا تنقاد على هذا. واضح؟ هذه المرأة اللي عامرة يعني بزاف، وتنجيب لها الدورة ديال الركيز ديالها.
بون صافي، هذا هو الكيس ديالها، ما داخلاش هنايا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. لوبيس ديالها عندها فلوبيس عندها 46، غنحسب 46 سنتيم فين ما جات هنا، واضح؟ يعني هذه هي لاطاي. هنايا خاصة نحسب على قبالة، نسطرها لكم باش تجيكم باينة. غنحسب هنايا السمطة على جوج زائد واحد، السمطة ديالها هنا قسمت على جوج، أنا ديجا قاسمة لكم الربع ديال السمطة 34، غنزيد عليه سنتيم، يعني الدورة ديال الحزام كلها قسموها نتوما على 4 من الأول، يجيكم الحساب واضح. عندنا الربع 34 زائد سنتيم هي 35 سنتيم. هنا غنلاقي هاد السمطة مع السي على هاد الشكل هذا. الإيفازي تيبقى كل وحدة، ممكن دير إيفازي ممكن تخليها غير نيشان، أنا غنديرها الإيفازي لو دليهمش، غنخرجها غير 40 سنتيم. تكون سطر ممكن تخرجيها أكثر، ممكن يعني إلا ما بغيتش كاع الإيفازي ممكن ما نديروش، واضح؟ من بعد ما سطرت على هاد الشكل هذا، تنولي نشوف ليهمش واش غادي نزيدها ولا غادي نقصلها. من هنا لهنا راني حسبت لكم القاعدة، كتبوا معايا الربع ديالكم ضربوه في جوج قسموه على ثلاثة وزيدوا عليه 6 سنتيم، إذا كانت المرأة طويلة وعامرة، كانت المرأة قصورة الربع في جوج قسموه على ثلاثة وزيدوا عليه ثلاثة. نعاود، المرأة اللي كانت طويلة وعامرة نحسبوا لها من هنا لهنا، يعني العظم ديال ليهمش، هاد القاعدة من هنا لهنا تنحسبوا الربع ديالها، الربع اللي عندنا نضربوه في جوج ونقسموه على ثلاثة، داكشي اللي خرج لنا نزيدو عليه ستة. كانت المرأة ضعيفة وقصورة نحسبوا الربع ديالها نضربوه في جوج ونقسموه على ثلاثة ونزيدو عليه ثلاثة سنتيم. نتمنى إن شاء الله يكون واضح. هنا فاش نلقى هاد النقطة كتشوفوا هاد المسافة ديال ليهم ديال الباسان هو هذا، تيخصنا تكون عندنا الباسان ديالنا، عندنا الباسان 36 خاصنا نلقى هنا 37، عندي هنايا 34 خاصني نلقى ديما نزيد سنتيم، يعني باش الجلابة تنكون متأكدة يعني بأنها راه ما غاداش الجهة مزيرة. نتمنى إن شاء الله يكون واضح. من بعد ما كملت شوفوا معايا البنات، هذا هو الباترون، درت لكم في الباترون غير باش يبان القياس مزيان. هنا فاش نبغوا نقطعوا راه الظهر تيجي في جهة مسدودة، الظهر تيجي مسدود والقدام هو اللي غادي يجي مفتوح. انا بالنسبه لهذا الباترون اللي درت هنا هو اللي غادي نخرج فيه لودو، هو اللي غنخرج فيه دوفون، بحال بحال غادي نخدم لكم كلشي هنا، كلشي ديال تقطع بحال بحال، غير الظهر مسدود والقدام غنخليو الحاشيه ديال الثوب، واضح؟ القدام اشنو هو التغيير اللي كاين؟ هو تنزل هنايا 9 سنتيم، يعني راه هاد الباترون غتخرجوا به قدام وظهر. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. هادشي راه درت لكم في الدروس الاولين، هادي من بعد ما نقطع الظهر في جهه مسدوده غادي نقطع الحت الباترون على الثوب الاخر اللي هو جهه مفتوحه، الحاشيه ديال الثوب نخليها هنا ونحسب 9، كلشي بحال بحال. تنحسب لا كارير دوفون، لا كارير دوفون غتكون لا كارير دوفون ناقصه على ديال الظهر، يعني لا كارير دوفون غادي نديرها، هذا اللي غادي ندير لكم بالصفر هو اللي غادي يكون قدام هذا الظهر، هو اللي بالنوار لي الفريض عندي لقيت 21 في القدام، يعني هاد الدورة غتمشي من هنا، هذا هو القدام، هو هذا كلشي بحال بحال، يعني كلشي تيتقطع بحال بحال، فين كاين الإختلاف؟ كاين غير في لاكاغيغ، يعني شوية القدام تيكون داخل على الظهر، واضح؟ نتمنى إن شاء الله يكون الدرس ديالنا واضح. وبالنسبة للكمام والكبرى راني غنديركم في حصة وحدة أخرى، لأن باش نمشي معاكم شوية، لأن الأغلبية تيصوني بزاف على قياسات كبار. يلا بالصحة والراحة، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله. مرحبا.